كلمة توجهها لجماهير نادي الأهلي وإحنا ب ب ب ب بنحتفل معاك بعيد ميلادك النهاردة. سارة عايز تقول حاجة بس بعد ما توجه الكلمة على طول. أقول لهم ألف شكر على وقوفكم جنبي طول الوقت، وألف شكر على وقوفكم جنب النادي الأهلي طول الوقت، وأنتوا السند الأول والرئيسي بالنسبة لينا كلاعيبة النادي الأهلي، ويعني من غيركم إحنا فعلا ناقصنا حاجات كتيرة جدا، وبوجودكم أنتم مخلينا في أحسن صورة وأحسن مكانة، وإن شاء الله إن شاء الله سواء اللي بطلوا كورة أو اللي لسه في الملعب يحاولوا إن هم يسعدوكم طول الوقت وما يخذلكوش أبدا. أنا عايزة كلمة بقى من حضرتك فعلا للعيبة النادي الأهلي قبل مباراة سيمبا التنزاني وعشان مشوار كمان العشرة يا أهلي بقى. أقول لهم أنتوا لعيبة رجالة وإحنا بنفخر بيكم، وأنا واحد وأنا قاعد بتفرج عليكم أنا بفخر بالجيل اللي موجود في الوقت الحالي، ومستنيين منكم أكتر وأكتر، وطموحكم يتجدد طول الوقت. أنتوا لعيبة حققتوا إنجاز كان الجيل اللي قبلكم يعني بيتفاخر بيه انه خد ثالث العالم، فانتوا عملتوه يمكن في ناس اول موسم بيها وعملته، فاتمنى يبقى الطموح بيتجدد للسنه اللي جايه ان ناخد دوري ابطال افريقيا سوبر افريقيا ونروح كاس العالم للانديه احقق انجاز اكبر. اكيد ان شاء الله باذن الله هو موجود عندكم واحنا بنفرحكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تفرحوا جمهور النادي الاهلي. عندنا ماتش هنا 7:30 تلحق تيجي يا كابتن عماد؟ يعني النهارده عيد ميلادي فانا هبقى كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك وعلى حبايبك كلهم. بشكرك شكرا جزيلا نجم النادي الاهلي طبعا ومصر كابتن عماد متعب.